ننتقل إلى رقم 719، لكن إسناد في الأسفل. قال عن ابن طاووس عن أبيه قال: طاووس بن كيسان تابعي جليل ماذا قال من السنة؟ في الحاشية تحت حبيب، من السنة أن يوقر أربعة، أن يوقر أربعة، من السنة أن توقر أربعة. التوقير أن تجعل للذي أمامك هيبة، لا يجوز لك أن تتكلم مع شيخك كما تتكلم مع زميلك، لا يجوز لك أن تتكلم مع شيخك كما تتكلم مع زوجتك. بعض الناس لا يعرف كيف يتكلم، لا ينزل الناس منازلهم، يتكلم مع أبيه كما يتكلم مع أخيه، يتكلم مع أبيه كما يتكلم مع جاره، مع زميله في المدرسة. بدي أناقشك يابا، بدك تبين لي، بدي أسمع وجهة نظرك. هذا الحكي بتحكي لمين؟ ليه من صفك؟ للي معك في الجامعة. أما الأب لابد في كلامك أن يظهر في كلامك على أبيك وأمك إيش؟ الوقار. فما هي هذه السنة؟ انتبه. قال واحد، العالم لا ما معنى أن توقر العالم؟ هلان جاوبنا يا حبايبي، الله يرضى عليكم، أن تجعل له هيبة. وكيف بالكلام تجعل له هيبة؟ ألا تتكلم معه كما تتكلم مع زملائك. ما بصير الرد عليك من وجوه، هذا لا يقال للعلماء، في أدب، في توقير، لابد أن تبقى هيبة هذا العالم موجودة أمام الموجودين. من السنة إذن واحد العالم، اثنين ذو الشيبة، من ظهر عليه الشيب في رأسه وفي لحيته فليعد الموت استعدادا، وبالتالي هذا الشخص يعامل معاملة فيها توقير. كم عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ مضى 20. أنت تتكلم مع ذي شيبة تجاوز 40، لابد أن تتكلم معه إيش؟ بوقار. فبعض الناس بقول لك أنا ما عاد عندي كبير إلا الجمل، والجمل حتى ذبحته، هذا قلة أدب. لابد أن يكون عندك تخاطب من أكبر منك سنا بوقار. إذا واحد العالم، اثنين ذو الشيبة، ثلاث السلطان، ولاة الأمور. ولاة الأمور الناس عشان بتخاف، والله الكلام ما أحلى. فإذا ظهر ولي الأمر ولا السلطان ببلشوا إيش؟ كلام من أحلى الكلام. ليش؟ نفاق، مش اتباع للسنة. لا، نحن نوقر ولاة الأمور تقربا إلى الله، لا نريد منهم لا دنيا ولا مساعدات ولا مال ولا مكافآت، وإنما لأن هذا فيه قرب إلى الله. الرابع من؟ الوالد. والد خط أحمر. إذا لم يجد الأب من أولاده توقيرا فمن أين يجد؟ قال ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. نعم، أن تقول أن تنادي أباك باسمه، كيفك يا حاج؟ بتقول لأبوك يا حاج؟ كيفك أبو فلان؟ يا أخي بدي أعتبرك صاحبي، كيفك يا فلان؟ قلة أدب.
الأب يخاطب يا أبتي، هو ينتظر منك هذه الكلمة وهي من أحب الكلام إلى قلبه، حتى تقول له كيفك يا حاج، كيفك يا حاج. فعلا إنك لا تعرف شيئا من السنة. والله أنا أبوي زي صح بلادي النسبة، فعلا في بلاد أبوي، وبالتالي إياك أن تنادي أباك باسمه أو بكنيته أو بوصفه. كيفك معلم؟ معلم معلم على راسك معلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا شيء يسبب آفة للعلم، وهي عدم توقير العلماء. وبالتالي إخواني في الله، ظهر في هذا الزمان للأدب كثيرة مع العلماء. أين ظهر هذا بشكل واضح؟ أين ظهر هذا بشكل واضح؟ أين ظهر هذا بشكل واضح؟ يا جماعة في التعليقات على النت في دروس المشايخ، عالم بعطي درس تطلع واحد سفيه بيعلق عليه وبيقلب الهيب. هذا الذي يتكلم، يتكلم بما لا يفهم، يعرف بما لا يعرف. لا بأس به، لا بأس به هذا الدرس، لا بأس، كأنه هو صاحب سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.